الكريم كل قراء متابعي الأخبار إنفو. أتذكر معكم اليوم أول رمضان صمتو. قدر التفاصيل ما نقدر ننساها، من أهم النهار الأول من رمضان. كنت أول مرة نصوم، كنت في كوليج وعندنا إبران في كوليج بيسر، وشربت ياسر مقرينات وتعبت حتى فيه، ورغم أن النهار كان نهار شتوي إلى أن رحت في الليل تعبان حتى، وكان أصعب أيام رمضان صمتها في حياتي. بعد النهاية كان رمضان زين، ومتذكر حالي ياسن تفاصيل ما هو قاع النهار الأول. أتذكر أيضا أن أصعب رمضانات اللي صمت كان رمضان اليوم الثلاثة يبان الحملة الرئاسية، كان أيضا رمضان مشحون بالعمل التعبوي والعمل السياسي في النهار وبالعمل المدي في الليل، بالتالي تعب النهار وتعب الليل. أتذكر مدي عمل كان واحد من أصعب رمضانات اللي صمت. غير في النهاية يتم رمضان لا عنده هيبته وعنده خصوصيته وعنده أجواء ساحرة، حتى إلى تعب الرقاش، حتى إلى كل شيء خلق فيه يتم لا لك الإحساس بالقرب من الله، لك الإحساس بالأمان، لك الإحساس بالرحمات تنزل، يخليه مميز دائما. شهر رمضان يخليها شهر مميز للمسلمين كاملين، خصوصا الموريتاني، لأنه ياسر من الطقوس وعدوا في رمضان يخلونا خليش من السعادة تسرب بذاتنا ما واحد قاع فاطمة لها. تذكروا مني شمنا 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 أيام رمضان جاوا علي مالك موريتان، صعبة مني به اللي تعود مالك في البلد، ما تجبر لك الفطور متعود عليها، ذيك اللمة الطبيعية على الأسرة في رمضان، ذوك الأمور اللي يجبروا عادة عندنا ما نجبرهم في الإكستير. مولي يعود شوي صعيب، لكن أيضا يهتم في النهاية لا يحمل. على العموم جميع رمضانات اللي صمت واللي عشت كاع ما صمت حتى مزيد صغير، نتذكر فيهم ياسر التفاصيل، نتذكر عنهم دائما مميزين، دائما ايام مميزه، دائما ليالي مميزه. الان اصبحت قايلة عني كبير هاك شي باني. ياسر سنتها تقريبا 18 ولا 17 رمضان صمتها، وواحدين سابق ذاك مدي فايق عليهم في الاسره وهذا كامل. خليني نتمنى دائما عن بروكوا الايام كانت في رمضان، لماذا السنه كانت في رمضان؟ به اللي فعلا مفصول زاد وعد في رمضان من اعمال الخير، وعد في رمضان من صدقات، من العبادات، عن يعود حاضر في السنه كامله. ما نعرف لاش رمضان تحديدا، غير في النهايه نعرف مولي خصوصيته، غير نتمنى رافع عن تعود ايامنا كامله رمضان، الناس متبسمه كامله، طوحه كامله، بيناتها الرحمه كامله، بيناتها نوع من التعايش، نوع من التواد، نوع من التراحم. على طول السنة ما هو لا شهر واحد. وفي الأخير نتمنى اللي خلاص كامل المقابلة، والله شوف رمضان سعيد إن شاء الله، مدان من السعادة ومن الفرح ومن الضحك ومن الابتسام ومن القرب من الله نهار بعد نهار.